شاركت منصة أيادي مصر بجناح في معرض الكتاب الدولي يشارك فيه نحو 30 عارضا وعارضة، كما يحتوي الجناح على شاشة تفاعلية تعرض منصة أيادي مصر للترويج للمنصة خلال فترة المعرض. في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب، والتي تؤدي جميعها إلى التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تواصل مبادرة أيادي مصر التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع إحدى الشركات. مبادرة أيادي مصر تعد منصة متكاملة للتسويق الإلكتروني، حيث يسجل فيها صغار المنتجين أصحاب المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر في كل أنحاء الجمهورية. مبادرة أيادي مصر، أولاً إحنا بنسوق المنتجات اللي حضرتك شايفها الحرفية واليدوية عن طريقين، يا إما إقامة معارض يا إما عن طريق المنصة الإلكترونية. المنصة خاصة بوزارة التنمية المحلية، وهي تابعة لشركة اسمها شركة إي أسواق مصر، وطبعا ده مع برنامج الأغذية العالمي. والمنصة الإلكترونية بتسوق المنتجات مجاني، ما بتاخدش من العارضين حاجة، بتاخد من المشتري، بتاخد نسبة 10% على المنتج. إنما بالنسبة للعارضين الخاصين بأيادي مصر، اشتراكهم معنا مجاني، يعني زي ما حضرتك شايف إحنا بنوفر لهم المعارض دي، المكان وكل التجهيزات دي كلها تجهيزات مجانية، وإقامة المعارض مجاني، والمنصة كمان الاشتراك فيها مجاني. كما توفر مبادرة أيادي مصر الدعم اللوجستي من معارض متنوعة في جميع أنحاء الجمهورية، كما تعتبر المنصة سوقاً مفتوحاً حيث يمكن الدخول عليها لاختيار المنتج وعمل أمر الشراء، ليتم تغليف وتعبئة المنتج والتوصيل حتى المنزل بعد الدفع إلكترونياً. احنا دلوقتي بنستفاد من المنصة الإلكترونية ان احنا بنسوق شغلنا في جميع دول العالم، وده حاجة بصراحة جديدة علينا. احنا ما كنا بنعمل الشغل لحضرتك وما كانش بقى فيه تسويق للدرجة اللي احنا نقدر نصدر برا مصر، فدلوقتي الحمد لله سيادة الرئيس أتاح لنا الفرصة اللي احنا نسوق برا مصر عن طريق المنصة الإلكترونية، وده احنا استفدنا منها، وانا بعت شغل من عن طريق المنصة. طبعا المبادرة بتقدم لنا كل يعني المساعدة سواء مكانية أو دعم عن طريق التسويق على المنصة. أيادي مصر وفرت لنا اللي احنا نروح معارض ونعرض الشغل بتاعنا عشان يبين اللي احنا نبيه. أنا النهاردة جيت المعرض وشاركت في الستايل البوهيمي أو الستايل البوهو. الستايل ده بيعتمد على خيوط الخيش وخيوط المكرمية، بعمل منه أشكال كتير، فازات، طبلهات، بوتات الزرع. أيادي مصر وفرت لي اللي هو دعاية للمشروع بتاعي ان هو يكبر ويظهر للناس ويشوفوه ويعرفوا اكتر ان هو يعني في بلدهم حد يكون كويس بيشتغل شغل كويس، بيشتغل شغل جديد وكده. انا بقدم مشغولات يدويه من الاحجار الكريمه، خاصه الاكسسوار والسبح. طبعا ايادي مصر او يعني المحافظه بجد يعني في دعم جميل قوي من المعارض دي، اول حاجه. غير ان طبعا في اللي هي المنصة بيصوروا شغلنا ومعروض حاليا. وحتى نوفمبر الماضي بلغ عدد المنتجين والحرفيين على منصة أيادي مصر إلى حوالي 1800 حرفي، بينما زاد عدد المنتجات المسجلة لأكثر من 7300 منتج متنوع من جميع المحافظات.